بدون يشوفوك. خير، شو بدون؟ جايين ليشوفوك يا أغا. صاير شي؟ شو جابون هلأ؟ خير إن شاء الله يا رب. آغا، الشرطة والتنظيم على القبعات وشفنا كل شيء. جواد سلم حاله وما كان معه سلاح، بس الشرطة قوصته، ما قدرنا نعمل شيء. كان في قواص كتير، استنيناهم ليخف القواص مشان ناخد جواد، بس فجأة طلع عسكري وحط المسدس براس جواد. بلش جواد يترجى بس ما رد عليه، ما رد عليه، وبلش يقوصه يا أخ، وما تركوا له حتى مات. مشان الله لا تموت. قوم يا ابني، قوم قوم جواد. خير يا أغا؟ شو صاير؟ هذا ابني جواد. جواد قوم يا ابني. شو صار له؟ قولي علي. مشان الله تقوم جواد. ابني قوم، لا تتركني يا جواد. يا ربي 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 يا الشرطة قتلته، وهالشي بده يخلي الآغا كمال يعلق معهم. لهيك نحنا لازم نستغل هاي الفرصة لصالحنا، بدنا نضربن ببعض. الآغا كمال إله قيمة كبيرة وكل الناس رح تجي لتعزيه. إذا عرفنا نتصرف منيح، مو بس الآغا كمال، كل الناس رح يتضايقوا من اللي عملوه الشرطة، وهالشي رح يعطينا فرصة لنتقرب من الناس ونكسبهم لصفنا. طيب شو اللي بتقترحه سيدي؟ نحن كمان رح نحضر الجنازة ورح نحرض الناس هنيك، ورح نخلي أهل الضيعة كلهم يوقفوا معنا ونحرضهم على الحكومة والشرطة، وهيك رح يعلقوا بعض ونكون نحن المستفيدين. بدي إياكم تحضروا هاي الجنازة وتفهمون أن الشرطة تهجمت عن الناس وقتلتهم من دون سبب. تقربوا من الناس قد ما فيكن وحاولوا أنكن تكسبوهن، وإذا قدرتوا تقنعوهم بهذا الحكي رح نستفيد كلنا. خلص لا تخاف، رح نطبق الخطة تمام يا سيدي. طالما رح يعملوا جنازة معناتها رح يجي الدكتور، بس والله لخليه يندم. فرات، خير؟ شوفي عمي تعبان كتير ومو قدران يتنفس منيح. حنان، خلاص بترجاك اسمعيني شوي. ليك انا ما بدي اسمع شيء ولا بدي اشوف وشك. ايه خلاص حنان، بس اسمعيني وصدقيني، انا كبيت على هديك اللحشة، انا ما بدي نجلة، انا ما بطيقها حتى. هي اللي اجت وعطتني اياها. ايه وبدك يعني صدق هالمرة ما رح تزبط، مليت منك ومن كذبك، فهمت؟ حنان حنان لك استني شوي. يلا ديالة خلينا نقيس ضغطه. يلا أنا جاي. عبدو حنان انتو استنوا برا شوي.
يلا حنان خلينا نطلع، ما بيصير نضل هون. أنا بدي أروح على بيتي وما رح ضل معك هون، فهمت؟ طمن. مع قلبك شر يا أغا. تسلمي تسلمي. شو الأوضاع؟ رح أطلع أقارب المساء. خلصي بسرعة، إذا ضليت هاي قاعدة مع إيمان بالبيت ما رح نقدر نتحرك. لا تقلق، اليوم المساء بنخلص منها. بس في شغلة تانية بدي إياك تأمن لي مصحف قديم فوراً، يكون عمره شي 200 سنة. خير إن شاء الله، ليش دفيك الإيمان فجأة؟ مو وقت مسخرتك هلأ، لازم أعرف وين عم يخبي أيمن وراء جده الشيخ إبراهيم بسرعة. بدي أقول له أنه هذا المصحف من جدي ولازم خبيه لأنه قديم كتير ونادر. وبهالحالة بجوز يخبيه للمصحف مع وراء جده القديمة. وإنتي بدك تراقبي وتعرفي وين الوراء، وهيك رح تصير الورقة بإيدنا. برافو، عن جد أنتي جاسوسة وبتفهمي بشغلك. بهنيكي. خلص بحاول جيب لك المصحف اليوم. بدكن تحضروا الجنازة ببيت الآغا كمان وتثبتوا إنه بيشتغل مع التنظيم، وفي حدا تاني لازم نخلص منه لأنه موقف بوشنا. بدي إياكن تخلصونا من فورات وعمه بأي طريقة. يعني هدفنا هلأ صار فورات؟ إيه، بدي إياكن تحطوا كل جهدكم بهي الخطة وتريحونا منه. اسمعيني يا بنتي. تفضل عمو، سامعتك. أنا كبير وتعبان. وإنتي شايفة حالتي، بجوز بأي لحظة موت. أنا تعبتكم كتير معي يا بنتي. عمو أنت ما بيصير تحكي هيك أبداً، صحتك كتير منيحة. الله يمد بعمرك ويخلينا إياك. بس أمين. الواحد لازم يحسب حسابه. اللي بدي أقوله، إذا أيمن ما عنده مانع بدنا نعمل العرس بأقرب وقت يا بنتي.